يدكم في يد هؤلاء الرموز الأوفياء الصادقين معكم. نحن معكم، نحن سنسير خلفكم أيها القادة ورموزنا الصادقين. وكلنا عزيمة وإصرار على الوصول بحلول نازعة تخرج هذا البلد من أزمته وتكفل للجميع الأمن والحرية والعدالة. وأن يكون مفهوم المواطنة هو الحاكم بين المواطنين لا التمييز الطائفي. لأننا لا نرضى لبلدنا أن تبقى بلدا متخلفة، ولا نرضى لشعبنا أن يبقى شعبا مهمشا، ولا نرضى أن يستأثر بالثروات، ولا نرضى لشعبنا أن يعيش الخوف. بعد اليوم لا يمكن إلا عدالة للجميع، وبعد اليوم لا يمكن إلا كرامة للجميع وأمن للجميع، وإلا فنحن مستمرون حتى يتحقق ذلك كله. حتى يكون الحل في هذا البلد فلا بد من تهيئة الأجواء لذلك من خلال إنهاء كل مظاهر هذه الأزمة عبر إيقاف الاعتقالات والمحاكمات والإفراج عن المعتقلين والسماح بالحريات العامة من تظاهر واعتصام وغيرها.